فكره من اعضاء مجلس النواب، لان ربما يفيدونا بالارقام، مش كده ولا ايه؟ اصل هي الارقام هنا بتلعب دور مهم جدا. عايزه افهم، لان الناس جدا قلقانه بشكل كبير، سواء المتخصصين او الشارع، من حجم ما تم اقتراضه خلال المرحله الماضيه. ايه الاخبار يا دكتور محمد في الارقام اللي موجوده عندنا؟ ما اعتقد ان احنا بنتكلم في حجم الدين العام، لو حسبنا الدين العام الدين الداخلي والخارجي منهم يتعدى 4 تريليون جنيه حاليا. ده الرقم بنتكلم تقريبا منهم الشريحه الداخليه حوالي، انا اسف، الخارجي الخارجي حوالي يعني 60 ل 65 مليار دولار. المشكلة الأساسية، يمكن دي مشكلة مصر الأساسية، دي حاجة بنتكلم فيها في لجنة الخطة والموازنة كتير، هي عملية توزيع المسؤولية على الدين. يعني في وزارة المالية لما تسأليها الدين العام الداخلي الخارجي يقول لك يدي لك 24 مليار. ازاي 60؟ ما أنا بتكلم على الجزء اللي يخصني بس. والبنك لما تيجي تسألي البنك المركزي هيقول لك أنا بتكلم على الجزء اللي يخصني بس، بتكلمي التعاون الدولي الجزء اللي يخصني بس. ما عندناش الصورة. يعني وزيرة التعاون الدولي مثلا قالت ان لا علاقة لها بقرض صندوق النقد مثلا، وهي صح. وهي صح، هي فعلا لا علاقة، مش ليس في اختصاصها، لا من قريب ولا من بعيد. وعشان كده بتحصل ساعات بعض المناوشات لما يحصل تضارب في الاختصاصات، لان الكلمة اللي حضرتك قلتيها في الاول، الاستخدامات قد تكون واحدة، يعني قد تكون الاستخدامات في الاخر واحده، لكن قد يكون تمويل مشروع من خلال تمويل مباشر من الموازنه العامه، قد يكون تمويل مشروع من خلال البنك الدولي، في الاخر الاستخدام بيبقى واحد. فعشان كده، وده غير بقى ان احنا عندنا ديون اخرى ما بنشوفهاش كويس، اللي هي ديون الهيئات والشركات. يعني مثلا عندك وزاره الكهرباء ما دايت عليها ديون، ودي تعتبر يعني بنفس قيمه الديون السياديه، ما هياش واضحه في 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 الموازنه العامه بالشكل ما، لكن هي ديون هي ده كمان خطورتها ان هي بضمان وزاره الماليه، بضمان وزاره الماليه، لانه في الاخر يعني لما تعوز تدفع مين اللي بيدفع؟ يعني بضمان وزاره الماليه هي اللي ضامنه هذه الديون، لكن هي ما بيبصوش عليك كده مباشر. الحسبه او الرقم الكلي، وده يمكن حاجه احنا بنتكلم فيها كتير في لجنه الخطه والموازنه، ان احنا ما عندناش الصوره السليمه، لكن لو عايزين ننتقل نقول كده يعني تقريبا بنتكلم في حوالي 4 تريليون. طيب دايما بيتقاس حجم الدين